بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اقرا ويا حضراتكم الاصحاح الاول من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل مدينه فيليبي. في الاصحاح الاول: بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع ساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترثون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا. وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل، فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي، إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذا أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيه بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. حتى إذا جئت ورأيتكم
أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لأجلكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم الآباء الرسل اللي ابتديناه من يوم الاثنين الماضي بعد فترة الخمسين المقدسة اللي احتفلنا فيها بقيامة ربنا يسوع المسيح، ثم بالصعود، ثم بعيد العنصرة حلول الروح القدس. ونبتدي النهاردة في هذا الأسبوع والأسابيع القادمة نتكلم ونتأمل تحت عنوان رسالة فرح، باعتبار إن بعد فترة كورونا الشديدة وابتدت بعد الناس ما ابتدت تاخد الفاكسين اللقاح وابتدت الناس تحترس أكتر وأكتر، ونشكر ربنا حسب الإحصائيات النسب بتقل، نسب الإصابة أو الوفاة، ربنا يحفظ الجميع. عايز أتكلم وياكم على حالة الفرح من خلال رسالة فرح وتأملنا في بعض المبادئ اللي تساعدنا على إن احنا نعيش هذه الحالة أو هذه الرسالة نتمتع بها. هي رسالة فيليبي اللي كتبها القديس بولس الرسول في السجن، وهنا بتقف قدامنا أول علامة استفهام كبيرة. واحد في السجن يتكلم عن الضيق، يتكلم عن الألم، يتكلم عن التعب، يتكلم عن العزلة، لكن إنه يتكلم عن الفرح دي آخر ما كنا نتوقع. بولس الرسول بعد كرازة كبيرة سجن في روما اللي هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وهو في السجن كتب أربع رسائل. كتب رسالة شخصية إلى فيليمون ودي إصحاح واحد، وكتب رسالة أفسس ورسالة كولوسي ورسالة فيليبي، يعني كتب أربع رسائل. ومعروف في كتب التفسير أن هذه نسميها رسائل السجن، مجرد تسمية، لكن طبعا كتبها وقعد في السجن أكثر من سنتين. لكن الرسالة دي لها طابع خاص، وأهل فيليبي كانوا لهم معزة خاصة في قلب بولس الرسول. أنا مش هخش في تفاصيل كتيرة لأن أنا يهمني إن احنا ناخد بعض الآيات اللي نقدر نعيش بيها في حياتنا ونتمتع بالفرح اللي كان موجود فيه القديس بولس الرسول. طبعا زي ما كلنا عارفين القديس بولس كتب 14 رسالة، وال 14 رسالة دول بيضموا حوالي أو بالتحديد يعني 100 إصحاح، وفيهم فكر العمل والرعاية والكرازة والخدمة ومواجهة المشكلات الداخلية والخارجية عبر الرسائل 14. والحقيقة كل رسالة لها جمالها ولها طبيعتها ولها روحها، لكن الرسالة دي بالذات روح الفرح بتشع في كل أرجائها. وأرجوك وانت بتدرسها وبتقراها وبتتأمل فيها ما تنساش انها اتكتبت في السجن، كتبها بولس الرسول في السجن في الألم، وده ينقل لك صورة مهمة عن ان روح الفرح هي التي تملأ الإنسان، مش مهم المحيط به إيه، في فرح جواه. وفي الرسالة دي الآية اللي معظمنا حافظها حتى بالشاهد بتاعها فيليبي 4:4
افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. وخد بالك ان الهدف ده او الرسالة دي او القصد ده موجه بصورة جماعية. افرحوا، افرحوا في الرب كل حين. ويعني لو خدت بالك وياي هتلاقي كلمة كل حين هي نفسها اللي تقال صلوا كل حين وشاكرين الله كل حين. فالتوازي ما بين الصلاة كل حين والشكر كل حين والفرح كل حين، ده عامل زي الضفيرة، الخيط المسلوس، وهو ده اللي بيشكل قيمة حياة الإنسان، الصلاة والشكر والفرح. وحطهم بقى رتبهم زي ما انت عايز، الفرح يؤدي بك لشكر، والشكر يخليك تصلي، والصلاة تخليك تفرح، وهكذا. رسالة فرح. والحقيقة رسائل بولس الرسول زي ما قلت لك هي كل رسالة بتمتاز بحاجة شكل، لكن الرسالة دي لها روح خاصة، وأرجو أنها تكون مدار تأملنا خلال هذا الصوم، صوم الآباء الرسل، لغاية ما نحتفل بعيد الرسل إذا أراد ربنا وعشنا في يوم 12 يوليا 5 أبيب الشهر الجاي بنعمة المسيح. الرسالة دي كتبها بولس الرسول. أهمية مدينة فيليبي، كانوا زمان يعملوا الميناء على شط البحر ويخشوا جوه حوالي 7-8 كيلو يعملوا مدينة السكن، لأن البحر لما يفيض أو المية العاصفة تزيد ممكن تأثر على البلد، فكانوا يعملوا البلد السكنية تبقى جوه. فهي على البحر اسمها نيابوليس، وجوه اسمها فيليبي، وبتعتبر كأنها مدينة واحدة. لكن أهمية هذه المدينة أو هذه القرية اللي تسمت على اسم والد الإسكندر الأكبر فيليب المكدوني، أهميتها إن هي دي أول بلد في أوروبا نالت شرف الإيمان بالمسيح، زي عندنا في مصر الأسكندرية أول بلد في أفريقيا نالت شرف الإيمان بالمسيح. فكانت فيليبي دي هي المدينة البكر أو بذرة الإيمان المسيحي اللي امتد لكل ربوع قارة أوروبا. فيليبي كان بيخدمها خادم، والخادم ده كان محبوب جدا من شعب فيليبي، من أهلها، من أهل المدينة، اسمه أبوفرودوتس. أبوفرودوتس ده كان خادم، سمعوا من خلاله أن بولس الرسول في السجن في روما، فأهل فيليبي الكرام قالوا ده ما بيشتغلش، طب هيصرف على نفسه ازاي؟ هو كان في حاجة زي تحت التحفظ كده، أو على ذمة التحقيق باللغة المعاصرة بتاعتنا يعني. فأهل فيليبي بكرم بالغ برغم أن إمكانياتهم ضعيفة ابتدوا يجمعوا من بعضهم بعض العطايا المادية، وابتدوا يدوها لأبو فرودوتس الخادم بتاعهم، وقالوا له من فضلك سافر وروح لغاية روما وقدم العطية دهية كعمل محبة للخادم الكبير بتاعنا اللي خدمنا اللي هو بولس الرسول، اللي محتاج في السجن بتاعه من يؤازره ومن يساعده. وأبو فرودوتس قام بالمهمة دهية، لكن في الطريق مرض وتعب وكاد أن يموت، لكن ربنا رحمه ونشكر الله تمم شفاه. فكانوا أهل فيليبي خايفين عليه، وبولس الرسول اللي وصل له العطية أيضا كان خايف عليه، لكن حتى في الرسالة في الإصحاح الثاني تلاقيه بيمدحه بعبارات جميلة خالص، لما نوصلها نبقى نقراها سوا. شفاه ربنا وبقى كويس، لكن ابتدى بولس الرسول يشكره ويشكر أهل فيليبي اللي قال عليهم، وده تعبير بالغ الرقة، قال عليهم كده أنتم سروري وإكليلي. عارف الواحد لما يلبس إكليل كده على رأسه أو في عنقه، الإكليل ده علامة فخار
افتخار. فقال لأهل فيليبي انتوا سروري وإكليلي، انتوا الفرحة بتاعتي. وفي العبارات هتلاقي كده عبارات تمتلئ بالعواطف الجياشة أو العواطف الحرة، إنه يتكلم على قد إيه أنا مشتاق ليكم، قد إيه أنا دايما بصلي لكم، كل ما يجي وقت صلاة أذكركم دايما. ومش بعيد إنه كان بيذكرهم واحد واحد، إنه كان عارفهم. فكان في نوع من الرباط الوجداني ما بين القديس بولس الرسول خادمهم وما بين أهل فيليبي وما بين الخادم المحلي بتاعهم اللي هو أبو فرودوتس. عايزك برضو تتخيل، وبولس الرسول في السجن كان بيتغير عليه ورديات من الجنود حراسة، فيبدو أنه كان بيبقى فيه فرصة أنه يتكلم وياهم وينقل لهم إيمانه بالمسيح. والجنود دول بيتغيروا في الورديات بتاعتهم، فبعضهم بيروح إلى بيت قيصر برضو عشان ورديات حراسة، فابتدوا يتكلموا بالكلام اللي قالوا اللي سمعوه من بولس الرسول. فبقت الكرازة بالمسيح وصلت إلى بيت قيصر، إلى دار الولاية. وبعض الكتب التاريخية بتقول إن في ناس من يعني نالت الإيمان، وناس عرفت المسيح، وحتى زوجة الإمبراطور في بعض المصادر التاريخية يقولوا إنها عرفت الإيمان بالمسيح. وبقى في روح الله تعمل بقوة، وهنلمس ده في القراية بتاعتنا أو في بعض الآيات اللي نحب نحطها قدامنا وإحنا بنجتهد علشان نعيش روح الفرح اللي كانت موجودة عند القديس بولس الرسول. عايزك تعرف إن الفرح هو الهدف الإنجيلي وراء كل ممارسة روحية نصنعها. يعني بنصلي عشان نفرح، بنقرأ الإنجيل عشان نفرح، بنسبح عشان نفرح، بنصوم عشان نفرح، بنمارس الأسرار سواء سر المعمودية أو سر الميرون أو سر التوبة والاعتراف أو سر التناول أو حتى الأسرار اللي هي مش للجميع زي سر الزيجة أو سر مسحة المرضى أو سر الكهنوت. كل هذه الأسرار نمارسها من أجل الفرح. فالفرح هو التارجت أو هو الهدف أو هو القصد الأخير اللي عايزين نوصله. وطبعا ما تنساش أن كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة، دي يعني في الطريق كده. زي ما قلت لك الرسالة في السجن، في الضيق، في العوز، ولكن بتتكلم عن الفرح، وده بيشكل قدام الإنسان نوع من التحدي. إزاي في وسط الضيقة؟ يعني مثلا في أثناء انتشار الوباء في الأيام الشديدة اللي مرت قبل كده، كان كل الناس قاعدة في البيت كأنها مسجونة، وكان الشعار اللي طالع stay at home، اقعد في البيت، امكس في البيت، قلل نزولك. وأحيان بعض الناس تتضايق أو بعض الناس تبقى يعني مش واخدة على القعدة، والمضايقة ده تخليه مش عارف يعمل ايه. بولس الرسول في هذه الرسالة ينقل لنا حالة الفرح رغم الضيقات اللي كانت موجودة بر. يمكن اسألك سؤال، هو ليه الانسان ما بيشعرش بالفرح؟ ليه الفرح بيغيب عن بعض الناس؟ ليه؟ بس قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اقول لك ان واحنا بنحتفل بحلول الروح القدس دايما في تعبيرين مهمين، مواهب الروح وثمر الروح. مواهب الروح لبعض الناس، بعض الناس الله يعطيهم موهبة خاصة في عمل خاص من اجل الخدمة وبنيان كنيسة الله، مش لكل الناس. لكن في ثمر الروح ده للجميع، لكل واحد فينا
الكبير والصغير، الشاب والشاب. بس عايزك برضو تلتفت الى ملحوظة مهمة جدا. لما بنقول، لما بتقرأ في غلطية 5:23 يقول لك اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، ويكمل 9 ثمار للروح القدس، الوداعة والإيمان والتعفف وطول الأناء. جميل، بس خد بالك من الملحوظة اللطيفة دي، إن أول حاجة قال لك أما ثمر الروح فهو محبة. المحبة دي بتعتبر الأرضية، الحقل اللي بيطلع منه الثمر. أول ثمرة بتطلع إيه؟ فرح. تاني ثمرة إيه؟ سلام. ثالث ثمرة وداعة. رابع ثمرة صلاح، إيمان، تعافوا، إلى آخر الثمار ده. بس عايزك تعرف إن الثمرة الأولى نتيجة المحبة اللي انسكبت في قلوبنا من على الصليب بواسطة الروح القدس في قلوبنا، محبة المسيح، هي الفرح. بنصلي في صلاة في قطعة الساعة 6 اللي هي ساعة الصليب، نقول كده: نشكرك يا رب لأنك ملأت الكل فرحا. خد بالك من تعبير ملأت، يعني واحد بيملى حاجة. لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم. يا رب المجد لك. كأن كل واحد فينا بيروح عند الصليب، يقف عند أقدام الصليب وهو بيصلي وبيقول له: يا رب قلبي هوت املاه، او القلب ده يتملى بمحبة ربنا، اخد المحبة دهيت وحولها الى طاقة عمل وطاقة خدمة وطاقة صلاة وطاقة كرازة، وبعدين ارجع تاني اتشحن من هذه المحبة ويتملى قلبي، وأقول له: أشكرك يا رب لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيني العالم. يا رب المجد لك. فالفرح هو الثمرة الأولى اللي هي محور تأملنا في الرسالة، واللي هي الحالة اللي بنحاول ناخدها وينقلها لنا القديس بولس الرسول وناخدها منه رغم أنه كان في السجن. أرجع للسؤال، السؤال بيقول: ليه لا نشعر بالفرح؟ ليه الواحد فينا مش بيشعر بالفرح؟ هحط لك شوية أسباب. أول سبب الناس. أحيانا الناس المحيطين بالإنسان، سواء في البيت سواء خارج البيت، سواء أصحاب سواء أصدقاء سواء أقرباء سواء أحباء، كيف ما يكون وضعهم، أحيان يكون الفرح غايب عنهم ولسان حالهم ينقل الأمور المحزنة فقط ولم يختبروا هذا الفرح، وأحاديثهم دايما أحاديث مؤلمة متعبة مقلقة، زي واحد تقعد وياه ما فيش في لسانه غير أنه يجيب لك سيرة الحاجات الوحشة، أو ما درتش الحادثة الفلانية، الموضوع الفلاني، القصة المؤلمة الفلانية، ما فيش في لسانه غير كده. تجنب هؤلاء. أو واحد يكون الكلام بتاعه دايما عينيه نظرته سوداوية، مش شايف النور، ما كل الأمور في عينيه سلبية، حياته ما فيهاش إضاءة، ما فيهاش استنارة، ما بيشوفش زي ما بيقولوا في التعبير المشهور جدا، لا يرى في الكوب نصه فاضي ونصه مليان، هو بيشوف النص الفاضي بس. ويمكن في مرة من المرات ذكرت وياكم المدرس اللي حب يشجع تلاميذه فجاب لهم سبورة بيضة كبيرة وجيه كده في ركن من أركانها حط نقطة سودة وسأل الطالب: شايفين ايه؟ قالوا له: شايفين النقطة السودة. قالوا: اهو ده العيب بتاعكم، شايفين النقطة السودة لكن مش شايفين المساحة البيضة الكبيرة. في ناس كده، تجنب النزول بقدر الامكان، سواء في المواجهة سواء بالتليفونات سواء بالشات، لما بنقعد
نعمل شات على النت. تجنب الناس المحبطة، الناس اللي بتكسر المقاديف، الناس اللي ما عندهاش رجاء، الناس اللي هي دايما رؤيتها رؤية سلبية للأمور، دايما الناس اللي عندها قدر كبير من الخوف، تجنب هؤلاء. نمرة واحد. نمرة اتنين، الأشياء. الأشياء يعني المقتنيات. الناس بيروح عنها روح الفرح ليه؟ ماسك في كده الحاجة ده هي بيملكها، عايز يبيعها، عايز يمتلكها، عايز يشتريها، مش قادر يشتريها، تطلعاته أعلى، بيشوف في التلفزيون حاجات كتيرة وعايز يمتلك كل شيء. ويمكن أتذكر الفيلسوف اللي في يوم من الأيام وقف قدام مستمعيه وقال: كنت أشتهي أن أمتلك ساعة، ورفع إيده كده، عايز أمتلك ساعة، ما عنديش ساعة. وفي يوم امتلكت الساعة، فأنا امتلك الساعة مسكها كده بإيديه، فقال للمستمعين بتوعه: لقد اكتشفت حقيقة أنني امتلكت ساعة ولكنني خسرت يدي، لأن إيده كانت الأول حرة بيقدر يعمل كل حاجة بيها، لما مسك الساعة بإيديه بقت إيديه متعطلة ما يقدرش يعمل بيها أي حاجة. ما كانوش زمان على فكرة اخترعوا الساعة اللي هي الواحد يلبسها في إيده كده ويبقى لها أستيك مخصوص معدن أو جلد، ما كانش الكلام ده موجود. الخلاصة إن تطلعات الإنسان، تطلعاته الواسعة، أحيان تقلقه وأحيان تخليه لا يشعر بالفرح. والمثل ده سمعته كتير، يقول: كنت أتذمر على الله لأنه ليس عندي حذاء، وذات يوم وجدت إنسان بلا قدمين، حينئذ شكرت الله. يعني كان دايما يتذمر على الله إن ما عندوش الحذاء، كل الناس عندها أحذية وهو ما عندوش، لكن في يوم اكتشف إن في إنسان ربنا يحفظكم بلا قدمين، في اللحظة دي اكتشف: يا ده أنت عطيني يا رب قدمين بتحرك بيهم. فدايما حب الأشياء، حب القنية، حب المقتنيات، التطلعات، كل ده يغيب روح الفرح من عند الإنسان. حاجة تالتة بتخلي روح الفرح غايبة عند الإنسان، الظروف اللي حواليه. الظروف، مثلا ربنا يحفظ الجميع، ظروف مرض، ظروف فشل سواء في العمل أو في الدراسة أو في تكوين الأسرة أو الظروف الكتيرة الإنسانية. الظروف ده الإنسان لما يركز فيها تغيب عنه روح الفرح، تغيب عنه. ما تنساش إن مسيحنا هو ضابط الكل، هو بيدبر حياة الإنسان يوم ورا يوم، وهو بيرسم خطة جميلة، وهو يصنع الكل حسنا، وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. المهم إن أنت يبقى عندك الثقة ده هي، وعليك تعمل اللي تقدر تعمله. في دراسة اجتهد في دراسة، في عمل كن أمين في عمل، في بيت كن أمين في البيت وفي خدمة البيت وفي خدمة الأسرة، وهكذا في خدمتك بصفة عامة في الكنيسة أو غير الكنيسة، إزاي تكون إنسان ماشي باستقامة. الصورة ده هي بتخلي ظروف الإنسان، الإنسان يراها إنها من عند ربنا خير، كله حلو. يبقى الناس والممتلكات أو القنية أو الأشياء، الظروف. نمرة أربعة اللي بتخلي الإنسان ما عندوش حالة من حالات الفرح أو حالة الفرح المستمرة، اللي هو القلق، الشخصية القلوقة. أنا فاكر كده زمان كنت قريت قصة عن سيدة كانت عايشة في بيت لوحدها على أطراف المدينة، قصة أجنبية، على أطراف المدينة، وكانت
خايفة وقلقانة ومستنية حد يجي، وقريب منها شريط القطر، فالقطر بيعدي رايح جاي، وكان في ساعة عمالة، الساعة اللي بندول ده هي بتعمل صوت، فبقى صوت القطر وصوت الهواء لأنها في طرف المدينة وصوت القطر، الأصوات دي كلها شكلت نوع من المخاوف قدامها ونوع من القلق، وكانت النتيجة إنها تعبت ومرضت خالص من القلق. وبيقولوا على القلق هو مرض العصر. ليه تقلق مدام حياتك في إيد الله؟ وعلى رأي القصة الرمزية اللي بتحكي إن في اتنين عصفورتين كانوا واقفين على شجرة كده في أول النهار وبيزقزقوا مبسوطين وفرحانين وبيبصوا على الناس وهم ماشيين تحت في الشارع، فالناس ماشية قلقانة ومكشرة ومتضايقة، فعصفورة بتسأل التانية بتقولهم الناس ليه ماشيين كده قلقانين وخايفين ومتضايقين ومكشرين وما عندهمش ابتسامة، عندهمش رجاء، هما ما عندهمش إله زي الإله اللي عندنا. العصفورتين بيكلموا بعض، ما عندهمش إله زي الإله اللي عندنا اللي بيعتني بينا وبيعمل لنا أكلنا ولبسنا وشربنا وحياتنا كلها. حط قدامك هذه المعرفة من فضلك، ولما هتقرأ الرسالة وأرجو أنك تاخدها قراية مركزة مرات ومرات، كل ما تقرأ الرسالة ده هي كل ما تعيش فيها بفرحة كبيرة قوي وتشعر بالفرح وما تنساش أنه كتبها وهو في السجن. عايز أقول لك حاجة بقى في الرسالة ده هي جميلة قوي، بس الرسالة دي رسالة فيليبي في الوسط، قبلها رسالة أفسس وبعدها رسالة كولوسي، ثلاث رسائل والثلاثة كتبوا في السجن، بس في كلمة معينة اتكررت في الثلاث رسائل دي أحبك تعرفها ونقف عندها وأقول لك الآيات بتاعتها. في رسالة أفسس يقول كده الجزء اللي بنصليه كل يوم في باكر، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. أقولها تاني، أسألكم أنا الأسير في الرب، ده في رسالة أفسس، وكلمة الأسير في الرب في السجن أسير، أن تسلكوا كما يحق للدعوة، كما يحق للدعوة، ده في أفسس. في فيليبي اللي هي الرسالة التانية بقى في السجن برضو في الإصحاح الأول اللي قريناه دلوقتي، يقول لنا في عدد 27 فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. تانية كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. التانية كما فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. في الرسالة الثالثة بقى اللي هي رسالة كولوسي وبرضو كتبها في السجن، يقول كده لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وأرجوك تحط بقى الثلاثة جنب بعض، كما يحق للدعوة، كما يحق لإنجيل المسيح، كما يحق للرب في كل رضا، وحطهم جنب بعض كده عشان تطلع منهم مفهوم مهم جدا. أولا كما يحق للدعوة، كل واحد فينا الله أرسله في دعوة في عمل. ربنا لما خلق كل واحد فينا خلقه بقصد، خلقه بهدف. ربنا ما بيخلقش كده الناس من غير رسالة، أنت لك رسالة وانت لك رسالة، والرسالة ده هي على مدى العمر، على مدى العمر. اوعى تقف قدام نفسك تقول انا ما عنديش رسالة، ما فيش رسالة، او مثلا تقول انا زي قلتي، او يعني ما فيش حاجة بعملها ابدا. وزي ما شرح في رسائله ان احنا المؤمنين كالاعضاء في جسد المسيح، احنا فعلا اعضاء جسد المسيح، بس كل عضو له عمل،
كل عضو له دور، له وسيلة. العين لها دور، لها وظيفة. الإيد لها وظيفة. الرجل لها وظيفة. الأحشاء الداخلية لها وظيفة. هو واحد فيكم يقول لي طب ويعني قول لي كده هو الحاجب ايه وظيفته؟ ايه وظيفة الحاجب؟ طب العين لها وظيفة والجفون لها وظيفة، طب الحاجب ده ايه؟ يقول لك الحاجب وظيفته هي تجميل العين. العين من غير الحاجب ما تبقاش جميلة، تبقى قبيحة. فأحيانا الإنسان يخلق إنسان يكون دوره ووظيفته في الحياة أنه يجمل حياة إنسان آخر ويساعده ويقويه ويشجعه ويحميه. دور وسيلة. مش كلنا زي بعض وكلنا نحتاج بعض بدون استثناء. أعرف كما يحق للدعوة. أنت مدعو، مدعو على اسم المسيح. انت مدعو لعمل، مدعو لرسالة، مدعو لوظيفة، مدعو لهدف دعوة. ويقول لنا بولس الرسول، شوف يعني الاسلوب الجميل بتاعه، أسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة. انتوا عارفين لما بنيجي في الاعمال بتاعت الشركات والمصانع يقول لك job description، يعني العمل ده الوظيفة بتاعته مفرداتها كده، الأعمال المطلوبة منه هي كده، المسؤوليات بتاعته كده. بولس الرسول يقول لنا كما يحق. إزاي الدعوة دعوة حقيقية؟ وإزاي تكون الدعوة دهيت كما يحق للدعوة التي بها دعيتم؟ أنت دعيت خادم، أنت دعيت طبيب، أنت دعيت مهندس، انت دعيت مدرس، انت دعيت عامل في مصنع، انت دعيت رب أسرة او انت ربة أسرة، انت دعيت في الدراسة بتاعتك، انت دعيت في المسؤولية بتاعتك، كما يحق للدعوة التي دعيت اليها دعيتم اليها. دي نمرة واحد. يبقى الدعوة لها مواصفات امشي عليها عشان تكون دعوة حقيقية. نمرة اتنين، كما يحق لإنجيل المسيح. ودي الآية الوحيدة اللي في الإنجيل اللي بادية بكلمة فقط في الإصحاح الأول اللي قريناه دلوقتي في عدد 27، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. إزاي الإنسان يعيش حسب الوصية؟ إزاي الإنجيل يبقى قدامك على طول؟ وإزاي إن حياتك تبقى حياة حقيقية؟ كما يحق لإنجيل المسيح. إزاي حياتك زي ما بولس الرسول بيقول في رسالة أخرى تكون إنجيلا مقروءا من جميع الناس. يعني الإنجيل ده بتعبير رمزي كأنه يتجسد فيك وتصير أنت إنجيلا مقروءا من جميع الناس. شيء مهم، شيء مهم أنك الوصية تكون حاضرة، كأن إرشادات عملك ودعوتك وسلوكك وحياتك كلها هي من خلال الإنجيل حسب الوصية. يقول لنا داود النبي، لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. لكل كمال كل حاجة لها سقف، أما وصية المسيح واسعة جدا، تسعنا كلنا، نشتغل فيها كلنا، نتمتع بيها كلنا، نعيشها كلنا، نختبرها كلنا. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. وأنا أدعوك بصفة خاصة إنك تهتم بالوصية وإنجيلك اليومي كل يوم. التالتة بقى، أنا قلت لك كما يحق للدعوة، كما يحق الإنجيل المسيح. نمرة ثلاثة، بولس الرسول في رسالة كولوسي في الإصحاح الأول في عدد 10 يقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. انت عندك دعوة وعندك وصية، فاضل لك حاجة، الرضا بقى. ان حياتك تكون في حالة رضا. دايما الإنسان المتذمر ليست في حياته بركات،
ده البركات تعدي عليه كده وما يستفيدش بيتها ولا تقف عنده. الإنسان المتذمر دايما يفقد الفرص. الإنسان المتذمر يضيع منه حاجات كتير. يقول لنا هنا لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. ما تنساش كتب الكلام ده وهو في السجن. وهو جوه السجن. الوصايا ده هي بقى انت في السجن وبتتكلم عن الرضا. انت في السجن وبتتكلم كما يحق للدعوة. قال اه. ما هي دي معالم الحياة المسيحية. معالم حياتك المسيحية. كما يحق للدعوة. كل واحد فينا عنده دعوة. كما يحق للوصية لإنجيل المسيح. زي ما الوصية بتقول انت بتطبقها وانا بطبقها وده بيطبقها ودي بتطبقها بنعيشها. بس كل ده هو بنكمل المثلث الجميل بقى اللي هو الرضا. حياة الرضا. حياة القبول. حياة الطاعة. الحياة التي يرى فيها الإنسان أن الله يقود خطواته. وكل اللي بتعمله يا رب حلو. وكل اللي انت بتقدمه لي حلو. وكله من أجل خيري. وزي ما قلت لك بولس الرسول يقول لنا في روميا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أنا علي أحبك يا رب. فكأن المثلث فيه الدعوة وضلع الدعوة وضلع الوصية وضلع الرضا. ومليان المثلث ده بالمحبة. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الصورة الحلوة ده هي بحطها قدامك واحنا بنتكلم كمدخل لرسالة الفرح اللي بيقدمها لنا القديس بولس الرسول رسالة فيليبي وبيكتبها وهو في السجن وبيدعونا كلنا مش لحياة الفرح لحالة الفرح اللي نتواجد فيها على الدوام في حياتنا. أنا هعتبر أن ده مقدمة. أنت عليك تبتدي تقرأ الرسالة. هي رسالة قصيرة 4 إصحاحات اقراها مرات ومرات باستمرار. ولاحظ أن بولس الرسول كتبها مرة واحدة. فأنت اقراها واحفظها وتعلم منها. وإذا أراد ربنا وعشنا الأسبوع الجاي نكمل تأملاتنا في هذه الرسالة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.